السلام عليكم، معكم الشيف صلاح البتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة معروفة بالبزاف اللي هي المكرونة. بالمناسبة احنا يعني رانا في اول الشتاء راهو على الابواب، وهذه الوصفات بزاف بزاف يساعدونا في الشتاء. ايضا الوصفة تاع نهار اليوم تحضر في ظرف وجيز اقل من ساعة، تناسب بزاف العاملات برات البيت. يعني هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، مكرونة نقدروا نرافقوها ايضا بالطون وبدون طون كما تحبوا نتوما، وتجي بزاف مليحه. خلينا نمر لطريقه التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفه. اول حاجه نديرها في كاسرونه، نحط الماء يغلي. بعد ما يغلي الماء واش ندير؟ نضيف شويه زيت، حوالي ملعقه، يعني حتى تولي درجه الغليان. بعد ما تولي درجه الغليان نضيف شويه ملح، يعني ضروري ان نطيبوا المكرونه تاعنا في الماء والزيت والملح. لهنا نضيف الكميه ترجع حسب عدد افراد العائله، ونحرك مره على مره نحرك. بعد ما تعاود كما راكم تشوفوا انا مع حطيت المكرونه راهو حبس الغليان هذاك. بعد ما تولي تزيد تهز الغليان حسب لها 15 دقيقه، يعني ربع ساعه، ونطفي عليها، يعني لهنا تكون المكرونه تاعي نضجت. وبالنسبه للشكل تاع المكرونه يعني كاين اشكال بزاف، نتوما ممكن ديروا هذا الشكل ولا اي شكل كان موجود في البيت. من جهه اخرى نحكم الوقت اللي راه يطيب لي المكرونه تاعي، نحكم كوكوطا او كاسرونه، مش بالضروره تكون كوكوطا. لهنا ندير شويه زيت، ما نكثروش بزاف، وعندي ثلث سنات نتاع الثوم مسكرفتين، النار تكون متوسطة، ونحرك الثوم تاعي لهنا. لازم ما تتحرقش الثوم تاعي، لأنه إذا تحرقت راح تعطينا واحد الذوق مر. أنا مانيش راح نستعمل بصل، كما نعرفوا المكرونة ما تحتاجش البصل. شوية ثوم برك، ثلاث سنات، نقليهم مليح مع الزيت. كي تشوفوا الثوم تاعكم تقلات، لهنا عندي حبه تاع طماطم، حبه تاع طماطيش، ايضا نزيدها مع الزيت والثوم، نخليها تتقلى. راح نضيف لها الملح والتوابل. اول حاجه ندير ملعقه تاع قهوه ملح، نضيف ايضا الفلفل الاسود، هذا الشكل. راح نضيف ايضا شويه زنجبيل، ايضا راح نضيف كميه نتاع الكركم، ما نكثروش بزاف لانه الكركم موش لازم نديروه، ولكن راح يضيف نكهه. ولا هنا نضيف حوالي ملعقه نتاع فلفل احمر، ممكن حلو، واللي يحب الحرور يدير فلفل احمر حار او ما يعرف بالبابريكا. ونخلط هذه المكونات كامل، نقلي مليح هذيك الطوماطيش مع الثوم ومع ذوك التوابل. نقليهم مليح، بعد ما نقليهم مليح نكمل معكم الفيديو. بعد ما قلات لي لاصوص تاعي كما راكم تشوفوا وخثارت، نقصت يعني شربت هذاك الماء، راح نضيف لهنا حوالي ملعقة نتاع طوماطيش مصبرة أو ملعقة إلا ربع. نضيف لهنا كاس نتاع حوالي كاس ونصف تاع الماء، النصف الثاني كما قلت لكم نضيف لها كاس ونص نتاع الماء، ونحط عليها المغلق تاع الكوكوطا، نخليها حوالي 10 دقائق حتى تختار لي هذيك لاصوص على نار متوسطه. بعد ما تختار لي لاصوص انا راح نعطيكم لكم واش راح ندير المكرونه. المكرونه تاعي راهي طابت. لهنا نجيب سيار او صفايه او قطاره نتاع سلطه، وندير المكرونه تاعي، يعني لازم ديروا هذه المرحله. لهنا نحل العين
ونحاول نشلل هذيك المقارنة تاعي، يعني باش نحيل هذاك النشا. لازم ديروا هذه الخطوة، راهي لازمة بالبزاف. ومن بعد ما تكثرلهاش بزاف الماء، ومن بعد نخليها حتى تقطر مليح. بعد ما تقطر ان شاء الله نكمل معكم الفيديو تاع نهار اليوم. بعد ما بدات تغلي نحط قرن نتاع فلفل حار باش تلق البنة. ايضا كاين حاجه اوراق الرند اذا كان موجودين في البيت ديروهم، لانه يعطيو ذوق بزاف بزاف ملاح، وايضا ملح للصحه. نجيب المكرونه تاعي بسم الله، نضيف كما قلت لكم خليوها حوالي 10 دقائق حتى تختار هذيك لاصوص، ونبدا نضيف في المكرونه ونخليها طيب. نحاول ما نغلقش عليها الكوكوطه، يعني ماشي يعني تغلقوا عليها، ما تحطوش المغلاق تاعكم وخليوها الطيب في عقلها. هذه هي، نحركها نديرها على نار هادئه طول الاخير ونخليها طيب. بعد ما طيب ان شاء الله يعني نشوفها تشربت بهذيك لاصوص نرجع لكم ان شاء الله. حاولوا ما تحطوش هذا المغلق هكا، يعني ما تغلقوش خليوها هكا مفتوحه وطيب في عقلها. هذه هي، بعد ما طيب ان شاء الله راح نرجع لكم. دركا كما راكم تشوفوا المكرونه تاعي راهي حاضره معنا في صحن التقديم. نقدروا نرافقوها بالفرماج، ايضا بالطون. عندي ايضا هنا الفرماج هذا اللي دائما اول مره اللي فاتت حكيت لكم عليه، راهو بزاف مليح وليد، هذا ننصحكم به بنين بالبزاف الاطفال تاعكم. واش راح ندير دركا؟ ندير الطون لهنا، راني ضفت لها الطون. وهذا الوصفه تاع نهار اليوم يعني سواء بالطون ولا بلا طون راح تجي بزاف بزاف بنينه، وايضا تحضروها في وقت وجيز اذا كنتوا من يعني الناس اللي تعمل برات البيت. هذه هي، اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم نتمنى تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم عفوا لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. انا مبقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. سلام.